تواصل وحدات القوات المسلحة التقدم بكل بسالة للتصدي للغزو التركي والميليشيات والمرتزقة وإرسال التعزيزات العسكرية، حيث تستمر وحدات القوات المسلحة إرسال تعزيزات عسكرية ضخمة إلى الوحدات المرابطة شرق مدينة مصراتة، فيما أسقطت منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة طائرتين تركيتين مسيرتين، الأولى بمنطقة وادي جارف الواقعة جنوب مدينة سرت، والثانية بمنطقة الوشكة شرق مدينة مصراتة. الإعلام الحربي أكد أن الدفاعات الجوية رصدت الطائرة المسيرة وأسقطتها قبل محاولتها الإغارة على مواقع الوحدات العسكرية ومنازل المدنيين. السلاح الجوي أيضا يواصل طلعاته، حيث دمرت مقاتلات سلاح الجو عربات وآليات الغزاة الأتراك شرق مصراتة. وخلال ذلك استقبل مركز مصراتة الطبي عددا كبيرا من الجثث المتفحمة لعناصر ميليشيات الصخيرات وعناصر المرتزقة والإرهابيين السوريين المدعومين من الغزاة الأتراك. يذكر أن ميليشيات الصخيرات والمرتزقة الإرهابيين السوريين شنوا هجوما فاشلا غرب سرت، أصفر عن خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بعد أوامر تركية بالتقدم إلى سرت.